الاسكالاد هون او التعربش هون هي اكثر من بس نطلع نحن على الصخر، هي اسلوب حياه. بلبنان بيوازي اليونان، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا وكل البلدان اللي عندهم اهم مطارح للتعربش بالعالم. تانورين تحتها هي عاصمه تسلق لبنان. جده كان من اول الكلايمبرز بهيدي المنطقه، اكتشفناها مؤخر انه هو اول واحد. هو اللي افتتح اذا بدك قصه التسلق هون. كلايمينج بتانورين عطت دفع كبير للعالم فعليا تقدر شو عندها. ممكن العالم قبل تعربش كانوا يشوفوا الصخر بس ما كان بيعني لهم مثل ما هلا بيعني الصخر. اذا قبل كنت تفكر انه تعمل كساره، هلا بتضل تفكر تعمل كساره. التسلق طبعا فتح مجال لتحريك الدوره الاقتصاديه الصغيره بقلب الطائرة. اللي بيميز تانورين بصخورها المتنوعة القوية الصلبة، فيها تاريخ، شعبها محب، شعبها مضياف. صارت تكبر شوي شوي، صارت نوع من العلاقة غرامية يمكن شوي بين الناس وبين التنورين. وقت واحد يكون عم يتسلق بيوصل لمرحلة انه بيتحدى نفسه بقلب عقله، بيتحدى الخوف، بيتحدى الطاقة اللي هو انه بصير يقول بنفسه انه انا ما عندي طاقة، لا بدي اعمل اكثر. تخلص طريق توصل على اخر الكلايمينج روت، فيزيكلي بتكون انت مثل عملت مجهود وصلت على الهدف تبعك، منتلي بتكون حققت بوست لحالك اذا وصلت على الاخر. مين ما كان يكون اجنبي لبناني بيجي رح يستمتع بوجوده هون من خلال التسلق، من خلال وجوده بالضيعه ككل بطبيعتها مع اهلها، ورح ينبسط كثير يعني.